الصحي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الربع سلا الخنيطرة. اليوم الغرفة تنظم لقاء تشاوريا بخصوص مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرف مجموعة المستجدات التي تهم المهنيين، وهذه فرصة لرؤساء جمعيات مهنية ونقابات مهنية لمناقشته ولرفع مجموعة من التوصيات إلى الجهات المختصة. المستجدات التي سوف تعود بالنفع على المواطنين بصفة عامة، خصوصا رفع الضريبة والرسوم الجمركية على المنتجات اللحوم الحمراء وزيت الزيتون، وكذلك تخفيض بعض الرسوم على التي تدخل في المواد التي تدخل في الصناعات الغذائية. هذا دليل على توجه الحكومي لتخفيض بعض الأسعار مجموعة المواد الأساسية. قامة كبيرة ورجل علم.